جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: أدخل في رمضان المطبخ بعد صلاة العصر لأداء الفطور، ولا أخرج إلا عند أذان المغرب، ما حكم ذلك؟ علما بأني لا أصنع كثيرا من الطعام والأصناف، وأستمع إلى بعض الأشرطة الدينية وأنا في المطبخ. لا حرج في ذلك، وأنت على أجر إن شاء الله. نعم. إذا دخلت بعد العصر لإعداد الفطور وحاجة الصائمين، واستمر العمل إلى الغروب، فهذا فيه أجر لك وثواب عند الله إذا صلحت النية، واستماعك إلى الأشرطة أو إلى إذاعة القرآن أو البرامج النافعة زيادة خير الله وزيادة فائدة. الحمد لله. الحمد لله.